السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فيزيك شيمي ألفا مع الأستاذ زي سوري. إن شاء الله في هذه الحصة سنقوم بتصحيح جزء ميكانيك من الامتحان الوطني سنة 2019، والذي يهتم بدراسة حركة مركز قصور الجي لمجموعة ميكانيكية مكونة من درجة نارية وسائقها في حال على حلبة سباق. هذه الحلبة التي تتكون من 3 أجزاء، جزء مستوي ومائل وجزء دائري، بالإضافة إلى منطقة السقوط. الاحتكاكات خلال هذه الحركة تعتبر مهملة، مما يعني أن قوة التماس R لها اتجاه عمودي على سطحي التماس. يمثل لنا الشكل رقم 1 حالة المجموعة الميكانيكية وحلبة السباق التي تتم خلال عليها الحركة. إن شاء الله في الجزء الأول من التمرين سنهتم بدراسة الحركة على الجزء A' B', وهو الجزء المائل بزاوية بيتا. إذا لدينا من خلال المعطيات أن عند التيكة تساوي زيرو المجموعة تنطلق بدون سرعة بدئية، إذا هذا كشاط بدئي أول. والمسألة الثانية أن موضع الانطلاق هو النقطة A، وهي أصل معلم الدراسة. كذلك أعطي لنا جرد القوى أن المجموعة تخضع لوزنها P، وتخضع لتأثير المستوى المائل، وتخضع لقوة محركة F، خط تأثيرها موازي للمسار، ولها نفس منح الحركة. إذا سنبدأ إن شاء الله في تصحيح الامتحان، ونبدأ بالسؤال رقم 1 الذي يقول: بتطبيق القانون الثاني نيوتن بين أن تعبير تسارع AJ لحركة J يكتب كما يلي. إذا سنبين أن AJ تساوي F على M زائد J سينوس دو بيتا. إذا سنطبق القانون الثاني لنيوتن. إذا حسب القانون الثاني لنيوتن، إذا القانون الثاني لنيوتن يقول بأن مجموع القوى المطبقة على مجموعة ميكانيكية في حالة حركة فإنها يساوي، إذا مجموع القوى الخارجية المطبقة على مجموعة ميكانيكية يساوي جداء كتلتها وتسارع مركز قصورها، متجه تسارع مركز القصور. بالنسبة للمجموعة المدروسة التي لدينا، إذن هي السائق زائد الدراجة. هذه المجموعة الميكانيكية فهي تخضع لثلاث قوى. إذن بالنسبة لجرد القوى لدينا ثلاث قوى. القوة الأولى هي وزن المجموعة P. القوة الثانية وهي تأثير السطح R، سطح التماس. والقوة الثالثة وهي القوة المحركة F. سنعوض هذه القوى في القانون الثاني نيوتن. إذن P زائد R زائد F تساوي جداء الكتلة ومتجهة التسارع RJ. في مرحلة أخرى أو المرحلة الموالية سنقوم بالإسقاط. نسقط العلاقة على المحور AE. ومن أجل الإسقاط يجب أولا أن نكون قد قمنا بتمثيل القوى في هذا المحور. إذن P ستعطي، إذن بإسقاطها ستعطينا PX على محور AE. بالنسبة لـ R نسقطها فنحصل على الأفصول RX، وبالنسبة لـ F نسقطها فنحصل على أفصولها FX، تساوي M ضرب أفصول التسارع AX. إذن بالإسقاط على هذا المحور سنحصل على قيمة كل أفصول بالنسبة لكل متجهة.
إذن بإسقاط R على المحور AX لدينا R عمودية على المحور AE، وبالتالي فإسقاطها سيكون منعدم. بالنسبة للقوة F، منحها هو منح الحركة، إذن إسقاطها موجب، واتجاهها موازي للمحور AX، إذن فإسقاطها المحور AX أو AE هو نفسها F. فيما يتعلق بالنسبة لـ P، فإسقاطها على المحور AX يعطي PX تساوي M جدا J ضرب سينوس الزاوية بيتا. فيما يتعلق بالنسبة لإسقاط التسارع RJ، فإن الحركة هي حركة مستقيمة وفق محور وحيد وهو المحور AE، وبالتالي فإن إسقاط التسارع A على المحور AE يعطي AX تساوي في نفس الوقت RJ. إذن قمنا بإسقاط كل متجهة، وبالتالي سنعوض على مستوى العلاقة السابقة للقانون الثاني نيوتن، فنحصل على ما يلي. إذا نعوض، في العلاقة، نسمي هذه العلاقة نجمة، العلاقة السابقة Px ستعوض ب M J سينوس الزاوية بيتا، R تساوي صفر، و F ستعوض F X ستعوض ب F، في حين أن M A X ستصبح M A J. انطلاقا من هذه العلاقة سنجد أن التسارع RJ يساوي إذن MRJ، إذن سنقسم على نفس العدد M فنحصل على MJ قسمة M سينوس بيتا زائد F قسمة M، نختزل بM مع M فنحصل على التسارع RJ يساوي F قسمة M زائد J سينوس الزاوية بيتا، وهذا هو المطلوب. سننتقل إن شاء الله إلى السؤال رقم 2. المطلوب في السؤال رقم 2 وهو تحديد قيمة التسارع. إذن انطلاقا من منحنى الشكل رقم 2 سنقوم بتحديد قيمة التسارع RJ. إذن لدينا المنحنى VJ يساوي F لل T، يعني تغيرات V بدرجة T عبارة عن دالة خطية. هذه الدالة الخطية معاملها الموجه ما هو إلا التسارع، بحيث ولدينا في تعريف التسارع بأن التسارع RJ ما هو إلا تغير سرعة مركز القصور بالنسبة للزمن، أو نقول هو اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. إذن سنأخذ كتطبيق عددي نقطتين على مستوى المنحنى، إذن RJ ستساوي، عندما تكون الدالة هي دالة خطية
يمكن أن نكتفي بنقطة واحدة، والنقطة الثانية تكون هي أصلي المعلم. مثل هذه الحالة يمكننا اختيار 9 ناقص 0 قسمة 2 ناقص 0، فنحصل على التسارع 9 قسمة 2 تساوي 4.5 متر سكوند أس 2. إذن قيمة التسارع هي 4.5 متر في السكوند أس ناقص 2. هذا هو تسارع مركزي القصور. إذن تسارع مركز القصور RJ يساوي 4.5 متر سكوند أس 2. سننتقل إن شاء الله إلى السؤال رقم 3. في السؤال رقم 3 المطلوب هو استنتاج قيمة القوة المحركة F. سؤال 3، استنتاج قيمة F. إذن استنتاج بمعنى انطلاقا مما سبق، استنتاج سننطلق من العلاقة السابقة لدينا أن تسارع مركز القصور، لدينا تسارع مركز القصور RJ يساوي F قسمة M زائد J سينوس الزاوية بيتا. انطلاقا من هذه العلاقة سنجد بأن F قسمة M تساوي التسارع RJ ناقص J سينوس بيتا. إذا قمنا بتحويل هذا الجزء إلى هذا الطرف، عندنا هنا زائد فأصبح هنا ناقص، وبالتالي فF ستساوي كتلة المجموعة جداء التسارع RJ ناقص J سينوس زاوية الميل بيتا. إذن تطبيق عددي M تساوي 190 كيلوغرام جداء التسارع RJ يساوي 4.5 ناقص J، إذن J تساوي 10 جداء سينوس الزاوية بيتا التي تساوي 10 درجات. بإنجاز التطبيق العددي نحصل على القيمة من 190 جداء 4.5 ناقص 10 سينوس الزاوية تساوي 10 درجات، ونحصل على F تساوي 425 نيوتن. إذن هذا فيما يتعلق بالنسبة للسؤال رقم 3. بالنسبة للسؤال رقم 4 وهو التعبير العددي للمعادلة الزمنية X تساوي F دلتا. سؤال رقم 4 تعبير X تساوي F دلتا. وهنا أشير أن السؤال أكتب التعبير العددي، بمعنى أن ليس هناك برهنة للعلاقة. كيف ذلك؟ إذن أول حاجة يجب أن نعلم كيف يكتب تغيرات X. إذن هنا يجب أن نشير بأن الحركة هي حركة مستقيمية، لدينا الحركة مستقيمية هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية الحركة متغيرة بانتظام. لماذا متغيرة بانتظام؟ لأن تسارعها ثابت. قمنا بحساب التسارع، ف
فحصلنا على تسارع ثابت أرجي يساوي 4.5 متر سكوند أس ناقص 2، بمعنى أن قيمة التسارع ثابتة لا تتغير مع الزمن، مما يدل على أن الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام. متغيرة بانتظام. وإذا كانت الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام، إذن فإن إكس يساوي 1/2 مضروب التسارع أر جي جداء الزمن أس 2 زائد السرعة البدئية جداء الزمن تي بالإضافة إلى إكس 0، بمعنى عند التي كتساوي صفر. إذا التعبير العددي هو مرتبط بالشروط البدئية، إذا سنستعمل الشروط البدئية عند اللحظة التي تساوي صفر. إذا لدينا عند تي تساوي صفر، هذه المسائل تمت الإشارة إليها في معطي التمرين، ولهذا يكون من الضروري قراءة التمرين قراءة جيدة ومتمعنة من أجل استخراج الشروط البدئية. لدينا عند t كتساوي 0 أن المجموعة تنطلق من النقطة A، عند t تيكال 0 لدينا أن x النقطة A هو x 0 و A هي أصل المعلم، بمعنى أن x 0 يساوي 0. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، عند t تيكال 0 تنطلق المجموعة بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية يعني أن V عند النقطة A هي V صفر تساوي صفر، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة كما يلي: X دو T تساوي 1/2 مضروب التسارع في الزمن أس 2 وهو المتغير. إذن قيمة التسارع قمنا بحسابها في السؤال رقم 2 وهي 4.5، السؤال رقم 2 4.5، وبالتالي 4.5/2 تعطي 2.25، ومنه فإن x دو t تساوي 4.2.25 جداء الزمن أس 2، وهذا هو تغيرات X بدلالة الزمن. X دو تي تساوي 2.25 مضروب الزمن أس 2. إذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للسؤال رقم 4. سننتقل إلى السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 هو: علما أن المسافة أب تساوي 36 متر، حدد اللحظة تبع. سؤال رقم 5، تحديد تبع بحيث أن اللحظة عند النقطة ب بحيث أن المسافة AB تساوي 36 متر. من أجل تحديد المسافة AB يكفي استغلال المعادلة الزمنية للحركة، يكفي أن نستغل المعادلة الزمنية للحركة. هنا سنقوم بالشرح. لدينا من أجل تبسيط الفهم، المسافة AB رياديا تساوي الأفصول عند النقطة B ناقص الأفصول عند النقطة A، و XA يساوي صفر لأن A هي أصل المعلم، مما يعني إذا فهمنا هذه المسائل يعني غتولي عندنا المعادلة بسيطة جدا.
يعني أن المسافة أب ستساوي أفصول النقطة ب اللي هو إكس ب، بمعنى ولدينا أن إكس تساوي 2.25 تساوي 2، يعني أن وهذا هو مفهوم المعادلة الزمنية، يعني أن إكس ب يساوي 2.25 تي، وهنا نتحدث عن اللحظة عند الموضع ب، لدينا إكس ب حتى اللحظة ستكون لحظة عند النقطة ب اللي هي تي ب. انطلاقا من هذه العلاقة سنجد بأن تي ب أس 2 ستساوي إكس ب قسمة 2.25. لدينا تي ب أس 2، يعني أن تي ب ستساوي الجذر المربع لإكس ب قسمة 2.25، وسنقوم بإنجاز التطبيق العددي ونحصل على قيمة اللحظة تي ب. إذا تي ب ستساوي، إذا قلنا أن إكس ب هي المسافة أ ب، إذا سنحصل على أ ب قسمة 2.25 جذر مربع. إذا جذر مربع لدينا المسافة أ ب تساوي 36 قسمة 2.25، وستساوي إذا جذر مربع 36 36 قسمة 2.25 تساوي 4، يعني أن تي ب تساوي 4 ثواني. إذا تي ب تساوي 4 ثواني. إذا هذه قيمة اللحظة تي ب التي سيمر عندها هذا المتسابق من النقطة ب. سؤال رقم 6، حساب السرعة ب ب. إذا من أجل تحديد السرعة ب ب، هنا البعض يخلط بين السرعة تساوي المسافة عن المدة الزمنية، وهذا خطأ، لأن السرعة نطبق العلاقة v تساوي المسافة عن المدة الزمنية مباشرة إذا كانت الحركة مستقيمية منتظمة. هنا الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام، يجب استعمال المعادلة الزمنية للسرعة. إذا لدينا أن تغيرات x بدلالة الزمن تساوي 2.25 ضرب t أس 2، يعني أن v تساوي هي اشتقاق x بالنسبة للزمن، وهي ستساوي 2 مضروب 2.25 مضروبة في الزمن t، يعني أن v ستساوي في هذه الحالة 4.5 ضرب t. بما أننا نتحدث عن v ب، إذا v ب تساوي 4.5 ضرب اللحظة t ب كتطبيق عددي 4.5 ضرب 4، ونحصل على v ب تساوي 18 متر بار ثوب. إذا v ب تساوي 18 متر بار ثوب. إذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للجزء الأول في دراسة الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام فوق المستوى المائل.